خويا هذه الوقفه 12 من نوعها وما كاينش شي مسؤول قال لنا شي حاجه ولا جاوبنا. حنا راه وحدين زناتيين قح وكبرنا هنا وعشنا هنا والعيش ديالنا هنا في الحي الصناعي. كاين واحد 95% كتعيش في الحي الصناعي ديال عين السبع وهذيك 5 اللي و5% اللي بقات النصف ديالها كيعيش في البحر وكاين اللي كيبوعر كله وكيفاش كيدبر على نهارو كله وكيفاش كيجيب نهارو. ودابا بيني وبين غديني 30 كيلومتر بعيد على المنطقه اللي انا كنخدم فيها 30 في 30 راه 60 كيلومتر. هذه راه بالطوموبيل غدير فيها واحد ساعه ونص واللي ما عندوش المواصلات كيفاش غيمشي؟ حنا كنطالبوا شوف كنطالبوا حنا من جلاله الملك الله يحفظوا لنا من هذا المنبر هذا راه هو اللي عنده عصا ساحره اي حاجه قالها راه غادا تكون. راه هو عطانا هنا في زناته وسكننا هنا في زناته وجاو ناس ما عرفناش شنو هو الغرض ديالهم وخرجونا من زناته. انا دفعني الفضول وهزيت المدام ديالي كان عندي واحد الدراجه ناريه ومشيت تماك وشديت العداد شديت العداد 30 كيلومتر الي و 30 روتور ومشيت وشفت راه منطقه يرثى لها منطقه ما فيها ما يتشاف. احنا ما كنهينوش هذوك الناس احنا ما عندنا بهم حتى شي علاقه غير انا زناتي و زناته بغيت نبقى في زناته هذا راه من حقي. بالنسبه للولاد الوليدات ديالي ما مقبلينش هذا الموضوع هذا. ولادي انا زادوا هنا وكبروا هنا وكياخذوا الخلق من 17 وواحد كياخذ من الملحقه الثالثه. ما يمكنش تقصيني علاش في الانتخابات كتجي عندي وكتقول لي صوت عليا ودابا تحيدني من هنا من ولات. حنا بغينا نواكبوا الحضاره من جات الحضاره المدينه الزاز حنا بغينا نواكبوها. راه عطي حضاره زوينه تعطي شباب زوينين فهمتيني اخويا. راه عطيتي حضاره زوينه يخرجوا شباب زوينين والملك كينمي في البلاد وحنا بغينا نساهموا في التنميه ديال البلاد. ما يمكنش حنا نخرجوا على الاطار حنا بغينا البلاد ديالنا تزيد لقدام وعاش الملك اخويا الله يحفظك الله يحفظك. هذه الوقفه 12 باقي ما جاناش شي رد. حنا لحد الان باقي كنديروا وقفات سلميه من اجل الاستفاده ما باغي حتى شي حاجه بغينا نستافدوا بقعة أرضية داخل واعي الزناتة. علاش غيديونا لبني خلف هاد الناس هادو؟ باغي نشردوا عائلات ما بالوك الناس خدامة هنا في حي الصناعي خاصة الطريق وبزاف د الحوايج خاصين بزاف د الحوايج وحنا مهمشين ديال بصح. كتشوف تما شي حوايج أنا بعدا كنشوفهم حاليا كتشوفهم في بني خلف هادوك الناس ما مرتاحينش وبغاو يديونا عندهم حنايا كيفاش غنتعايشوا مع داك الوقت؟ والناس هنا راه شنقول لك هنا راه دابا كيف ما كنقول انا في مدار حضاري حنا كنا في مدار قراوي وتاقلمنا مع الوقت باش غادي نزيدوا لقدام باغيين هاد الناس يردونا اللور باغيين هاد الناس يصنعوا الدوار. هو من خير الدواوير هاد الدوار هذا بالخصوص حربيلي والعين وبوستروج ولكن حربيلي بالخصوص من خير الدواوير كيف ما هو خايب واحد الصوره خايبه ولكن بالعكس انا كبرت فيه ولادي تزادوا فيه كل شيء غيكبر فيه ان شاء الله. حنا بغينا غير الاستفاده داخل وعي زناته ما باغيين حتى شي حاجه ما كنطلبوش بشي حاجه كبيره. هذه الوقفه 12 وباقيين هاد الناس ما داروا معنا حتى شي حاجه. بغينا نديروا وقفه بغينا نديروا مسيره قال لك لا ما خصكمش ديروها باش شي حاجه غد العامل غيستدعينا وداك الشيء ولحد الان باقي ما شفنا حتى شي حاجه. حنا بغينا غير هاد الناس يشوفوا فينا بعين الرحمه باش الملف يزيد لقدام. حنا راه ساكنه راه ماشي شي حاجه حنا راه ما دايرينش شي حاجه مخالفه للقانون. حنا بغينا غير نستافدوا. علاش هاد الناس ما بغاوش يحلوا معنا المشكل؟ باغي نعرف علاش. الدواور كاملين لا دوار حجر لا دوار ريبيكي كلهم هذوك الدواور جاو من ورا حربيلي. حربيلي راه اقدم دوار هنا هو الوحيد اللي ما تحولش من بلاصته بقى في بلاصته. وهاد الناس باغيين يمشيو يصيفطونا لبني خلف علاش؟ ونزيدك واحد الحاجه الناس من الحي محمدي جاو استافدوا بني خلف الوزيه خذوا بقعه لواحد وحنا ما باغيناش باش ناخذوا نص بقعه هنا ونعيشوا مزيان. اما نمشيو تما غنزيدوا نتشردوا امتى غتاقلم هذيك البلاصه؟ هاد بني خلف امتى غتزيد لقدام؟ راه باقا ما تقاداتش راه باقا منطقه نائيه لا ما لا كهرباء لا بزاف د الحوايج راه الناس كتعاني ديال بصح. انا نتمنى نشوف ما تمشيو ديروا شي جوله تما وتستدعيو الناس وداك الشيء الناس غيعاودوا لك المعاناه ديال بصح. اما راه حنا الحمد لله راه كنتواكبوا مع الوقت نخرجوا نجيبوا لقمه العيش وبخير الحمد لله ونشكروا. الناس خدامه هنا في حي الصناعي وباغي يديوها لبني خلف الناس كيفاش غدير؟ الناس راه الوقت واقفه راه كاينه ازمه. وبالنسبه
كاينه ازمه ديال الغلاء، كلشي تزاد كلشي، وهاد الناس كيفاش باغيين يديروا؟ هاد الناس قولوا لهم الله يهديكم الله يهديكم وشوفوا فينا بعين الرحمه. هادشي اللي كنطلبوا عاش الملك محمد السادس.